صباح الخير على مشاهدي اليوم السابع. كاميرا اليوم السابع موجودة حاليا على كورنيش محافظة اسكندرية. اليوم طقس غير مستقر على كافة أنحاء محافظة اسكندرية، زي ما احنا شايفين في ارتفاع كبير في الأمواج على كافة ساحل محافظة اسكندرية، وفي رياح وانخفاض كبير في درجات الحرارة. طبعا في فترات المساء بتنخفض درجات الحرارة أكثر من ذلك، وبيكون في برودة كبيرة في درجة الحرارة. زي ما احنا شايفين حاليا يعني حالة طقس غير مستقرة، ارتفاع كبير في الأمواج، ولكن درجة ارتفاع الموج لا تؤثر على حركة الشاحنات والسفن في ميناء الإسكندرية والدخيلة. احنا موجودين حاليا على كورنيش محافظة اسكندرية، وتحديدا من منطقة الشاطبي بوسط محافظة الإسكندرية. رياح وتيارات هوائية وانخفاض في درجات الحرارة، هذه هي حالة الطقس حاليا في عروس البحر المتوسط. أيضا هناك غيوم، ولكن لا يوجد سحب تشير إلى سقوط أمطار خلال الساعات القادمة. لا يوجد سحب على سماء محافظة الإسكندرية، فقط غيوم ورياح وارتفاع في الأمواج. كان أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قرار بتعطيل الدراسة اليوم الأحد وغدا الاثنين بسبب حالة الطقس السيئة، وتحسبا لسقوط أمطار غزيرة حفاظا على سلامة الطلاب. حاليا يعني حالة طقس غير مستقرة، رياح وارتفاع في الأمواج وانخفاض كبير في درجات الحرارة. عن الحالة المرورية في محافظة اسكندرية حاليا، يعني في سيولة مرورية على طريق الكورنيش، ويمكن السيولة المرورية بسبب الأجازات الموجودة لليوم طلاب المدارس على كافة أنحاء محافظة الاسكندرية. سيولة مرورية على طريق الكورنيش في الطريق المؤدي إلى وسط المدينة، وعلى الطريق الآخر المؤدي إلى شرق الاسكندرية. اليوم فقط عطلة لطلاب المدارس والمعلمين، ولكن طلاب الجامعات يعني لا يوجد فيها أي أجازات. جامعة اسكندرية تعمل بشكل طبيعي اليوم، سواء في الدراسة أو امتحانات الطلاب. يعني مشهد بديع حاليا على كورنيش منطقة الشاطبي، ارتفاع في الأمواج. يعني على الجانب الآخر رغم برودة الجو ووجود رياح، إلا أن عدد كبير من المواطنين موجودين على الكورنيش بيستمتعوا بحالة الطقس المميزة، وفي عدد من الصيادين بيمارسوا هواية الصيد على كورنيش منطقة الشاطبي. هنحاول إن احنا يمكن نقرب الصورة شوية. يعني عدد كبير من الطلاب، يعني طلاب الجامعات في منطقة الشاطبي متواجدين في المنطقة الصخرية والمنطقة المخصصة للمشاة في منطقة الشاطبي. زي ما احنا شايفين ارتفاع في الأمواج ووجود رياح وانخفاض كبير في درجات الحرارة اليوم. هذا هو الطقس حاليا في محافظة اسكندرية. يعني زي ما احنا شايفين عدد من الطلاب والشباب متواجدين على كورنيش محافظة اسكندرية حاليا وسط ارتفاع الأمواج، التقاط الصور التذكارية، ومنهم من يمارس هواية الصيد، وآخرين بيمارسوا الرياضة على كورنيش محافظة اسكندرية من الساعات الأولى من الصباح. جو مميز رغم انخفاض درجات الحرارة، ولكن جو مميز في محافظة اسكندرية اليوم. كانت حذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود طقس غير مستقر على المحافظات الساحلية، منهم محافظة اسكندرية اليوم الأحد والغدا الاثنين على كافة أنحاء المحافظات الساحلية. لذلك قررت عدد من المحافظات تأجيل وتعطيل الدراسة في هذا التوقيت حفاظا على سلامة الطلاب. طقس بارد مميز في محافظة اسكندرية. نذكر المواطنين ان حالة الطقس حاليا في انخفاض كبير في درجات الحرارة، ودرجات الحرارة تنخفض اكثر
في فترة المساء وبعد منتصف الليل، وجود رياح باردة على محافظة الإسكندرية، يوجد ارتفاع في الأمواج، كان زي ما احنا شايفين الرياح شديدة حاليا في محافظة إسكندرية. يمكن الرياح تسببت مساء أمس في سقوط أحد العقارات، تسببت في إصابة سيدة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. هناك حالة من الحذر وخطة لمتابعة حالة الطقس حاليا في محافظة إسكندرية من قبل محافظة الإسكندرية والجهات التنفيذية والأمنية حفاظا على سلامة المواطنين. متابعة دورية من كافة الأحياء على مستوى المحافظة. غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مكونة من كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية في محافظة الإسكندرية. هناك أيضا انتشار لسيارات الصرف الصحي على كافة شوارع والطرق الرئيسية في كافة أنحاء محافظة إسكندرية، واستقبال مكالمات على الخط الساخن في حالة وجود أي طوارئ للتدخل السريع في حالة وجود أي طوارئ على كافة أنحاء محافظة إسكندرية. في حالة وجود ارتفاع للأمواج قد يصل إلى الشارع الخارجي أو طريق الكورنيش، وأيضا في حالة وجود أمطار غزيرة للتدخل السريع في كسح هذه المياه منعا لتراكمها والتي تسبب في تعطيل حركة المرور في محافظة الإسكندرية. نذكر المواطنين أن حالة الطقس في محافظة إسكندرية حاليا هو طقس غير مستقر، يوجد انخفاض كبير في درجات الحرارة وارتفاع في الأمواج ورياح على كافة أنحاء محافظة إسكندرية، ولا يوجد أمطار حاليا، ولا يعني السماء لا تشير إلى سقوط أمطار خلال الساعات القادمة. مشاهدينا مشاهدي اليوم السابع، كنت معكم في هذه التغطية السريعة أسماء بدر، شكرا لكم.